السلام عليكم، معكم الفنان هشام العمراني من مدينة كنبين، مغني شعبي من مواليد 1995. بديت المسيرة الفنية ديالي في سنة 2011، بديت مع الدقيقية وشوية بشوية أوركسترا، هذا الأعراس وكذا كذا إلى يومنا هذا. رسالة للناس اللي كيتابعوني، كنقول لهم شكرا بزاف على التحفيز ديالكم الدائم اللي كتحفزونا، راه ديما كنقولها في الانترفيو اللي كندوز. شكرا بزاف، حنا بلا بهم ما كنسوا والو، الفنان بلا جمهور ماشي فنان. الجديد الفني ديالي هو اغنيه بعنوان خليت المراه اللي بغاتني، اللي حنا دابا خدامين على التورناج ديالها، وان شاء الله في الايام المستقبليه القادمه ان شاء الله غادي نحطوها للناس اللي كيتابعونا ان شاء الله. كاين فنانين ناجحين، كاين فنانين ناجحين بحال سعد المجرد. سعد المجرد تبارك الله ما عندنا ما نقولوا عليه، يعني واحد الفنان اللي تبارك الله واصل بكل ما فيه الكلمه من معنى. وكاين فنانين اخويا لا علاقه، داكشي ربنا خلقتنا لا علاقه لهم بالفنانه، كنقولها لهم من هذا المنبر، داكشي راه ما كلمات ما توزيع ما حتى شي حاجه. الفنانين اللي ما كيعجبونيش انا في المغرب، كاين فنانين وكاين شبه فنانين بحال هذاك يتري ولد اكادير اللي كيقول لهم هذا هو عيدنا، واش دايخه صعيبين ولا ماك بحال القنانه ولا شد الغا بحال العيالات بحال سميتو حليوه البنج، ترى بزاف اصاحبي بزاف. الفنان اللي بغي ندير معاه ديو السي محمد القناوي، القناوي هذاك السيد انا كيعجبني، انا متابع لهذاك السيد تبارك الله عليه فاش كيغني كيتوشين بالرجوله، هذاك هو اللي نبغي ندير معاه ديو ان شاء الله. كلمه اخيره، شكرا بزاف جريده الاصوات اللي عطاتنا هذه الفرصه هذه، شكرا بزاف. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.